السلام عليكم ورحمة الله. في قناة عبد السبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. والله فيديو يستحق المشاهدة. في الكاف، على الكاف يزيد وهيب كشف كل شيء، قرأ المستندات، قال لك فيه 13 صفحة و 20 صفحة اللي بعتتها الكاف. اليوم راح تفهموا كل شيء. تابعوا وش قال يزيد وهيب، أنه الكاف لأول مرة استعرفت أنه ما تبعتش سندات، السند لما أعطتهم 3-0 ما قالتش، قالت في هذا لي دوكيمون انه ما تبعتش السند القانوني. هي راهي تستعرف اول مره، قال لك الكاف في حياتها راهي تستعرف بالاخطاء ديالها. يعني هنا اتحاد العاصمه راهو الاتحاد الجزائري واتحاد العاصمه راهم على خطوات ثابته. شوفوا واش جا في المستندات، في المستندات هذوما يزيد وهيب راح يفصل كل شيء، راح تفهموا كل شيء. كاع والسرى راح تندهشوا لانه الكاف بدا تريكيلي للور. خاوتنا الكرام تابعوا معنا لما القانون، لما الجزائر بعثت، يعني الاتحاد كيقول الجزائر، الاتحاد الجزائري لما بعث للطاس كاع دبدبوا خاوتنا كلهم كانها هزه ارضيه صارت، عن بالهم راح نسكتوا راح كذا، لكن لا. تابعوا معنا يزيد وهيب واش تكلم وحلل كل شيء. ما تقاطعوش الفيديو خاوتنا، راح تسمعوا كل شيء لانه تقطع وحده، ما تقطع زوج دقائق او دقيقه ما تفهمش واش كاين من قبل. تابعوا معنا الفيديو، ما راحش نقاطعكم، راح نخليه هو اللي يتكلم وهو اللي يحلل. وقال لي اسمع فورسي، خسرت مقابله ب 3-0، نزلت مقابله العوده، والاتحاد الجزائر عنده حق يطعن، يروح للديني ريكور لو طاس تريبيونال اربيترال دي سبور في لوزان، محكمة التحكيم الرياضية. صح. لي سوا كان من حقها كطرف تطلب من هذا اللجنة تاع الكاف تمد لها القرار كامل. لي ساندت ليه؟ من أجل باش هذه العقوبة. جميل. لأن نوضحوا الصورة. بهذيك لا ديسيزيون موتيفي لي سوا ولا نيمبورت كيل كلوب عنده الدروا يروح للطاس. صح. كان تروح بهذاك لو ديسبوزيتيف هذاك فيه 3-4 سطور. ما فيه والو، طاس غير كافي، غير كافي يرد لك الدوسي تاعك. الامور ماهيش واضحه يعني. ايه نهار نهار الخميس العشيه الكاف من الباب تاع لا كوميسيون انتر كلوب بعثوا لا ديسيزيون موتيفي اللي رانا نشوفوا فيها هنايا. جميل. مراسله طويله وتشرح كل المجريات تاع الاجتماع تاع هذيك لا كوميسيون والقرارات اللي خدمتها. 15 صفحه. ايه 15 من 4 سطور حتى 15 صفحة، راه فرق شاسع. فرق شاسع وشاسع كبير. وهذا باش برك نكونوا على علم ان باش تمشي للطاس لازم لك هذا الدوكيمون يكون عندك. جميل. هذا مرسم في المادة 117 تاع القانون الانضباط تاع لا فيفا. لا فيفا تنص على هذا الايجار، هذا تقول لك باش تروح للطاس لازم تجيب لا ديسيزيون موتيفي بارابور لارتيكل 117 دي كود ديسيبلينا تاع لافيفا. اليوم هذا القرار هذا كي تقراه ما تصيب حتى حاجه، ما تصيب اوكين اليمون، اوكين اليمون اللي يشرح بوضوح وسندا للقانون القرار اللي خذاته هذه اللجنه. جميل. اللي اسمها طعنت دارت ان ابل، وهنا في الارساليه هذه لا كوميسيون هذه تاع لاكاف تقول ثلاث نقاط هامين في هذه الارساليه. الاولى تقول باللي هذه القرارات تاع اللجنه ما راهمش، ما عندهمش سند قانوني. يعني تصور انت اللجنه تاع هي تقول على نفسها هذا الامر، هي تقول على نفسها وهذا شيء غريب يعني. هذا بدات تعترف ثابت في القرار اللي القرارات زوج ولا ثلاثه اللي بعثتهم من دارت هذه القضيه، لان في قضيه كيما هذه كي تمد انت قرار تقول نعاقبوا هذا الفريق الفلاني هو معاقب والسبب تمد السند القانوني. صحيح. هذا تمد الماده، قول ما ماده اللي خلاتك تعاقب هذا النادي. هما هنا كاين اعتراف تاعهم بلي هاد الخطوه هذه غائبه، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه كي تقراهم من بعد كل مليح تقرا هاد الارساليه تقرا بلي اللجنه هذه قالت بلي ليسما كي دارت لابيل ليسما طعنت، قالت هذيك لا كوميسيون انتر كلوب
هي تشرف على تنظيم المنافسه، تخير كيفاش نقولوا التواريخ تاع المنافسات، تاع المنافسات تاع الادوار، ادوار تخير نهار يلعبوا فيه ساعه مباريات، ولكن ملعب ولكن ما عندهاش الحق باش هي تفصل في قضيه قانونيه اللي يرفعها ضدها كاش تعرف، لان هنا يعني كونفلي دانتيري. هذه وحده خاودنا مع هذيك اللي داروا هذوك اللي بعتوهم من لاكاف تاع باللي 3-0 وكذا، هذوك كاع ما عندهم حتى دخل في هذا الشيء اللي راهو صاري تاع الخريطه وتاع كذا واش بعثت اتحاد العاصمه. هما دخلوا روحهم او قال لك نورمالمون ما يدخلش كاع، هما اللي دخلوا روحهم وزادوا اعترفوا. الكاف راهي بدات ولا بدات ريكيلو خاوتنا، زيدوا سمعوا، زيدوا سمعوا. ما تقدرش هي تكون طرف في معضله كما هذه وهي اللي تحكم، يعني يولي لو جوج يولي لو بورو. اعتراف منهم مكتوبه نقولوا نوار سو بلو باللي هذيك لا كوميسيون ما عندهاش حق تيتيدي لافير وتنطق بقرار الحكم وتصدر حكم، تصدر حكم ويقولوا باللي يسمع عندها حق. نورمالمون هاد لافير هادي تريتيها سوا لا كوميسيون دو ديسيبلين لجنة الانضباط ولا لجنة الطعون لا كوميسيون دو ركور. يعني نفهم من كلامك اليوم يزيد وين بانه الاتحاد الافريقي لكرة القدم ككل وقع في المحظور. مازال ما نقولكش، ما نقولكش وقع في المحظوظ، ممكن هذه هذا كيفاش يقول هذا خطأ جسيم كومونتير تاع اليوم ونقطة اليوم اليوم نقطة عمر نقطة اسمح لي نقطعك. النقطة الثالثة المهمة في هذا النص هذا اللي بعته هو أن المرة الأولى الكاف تنطق تقول باللي هذا القضية فيها ان كا دو فورس ماجور باللغة الفرنسية، ان كا دو فورس ماجور، ولكن ما توضحش وشنو هو لو كا دو فورس ماجور و انكور بير بلو غراف. ما تقولش امام ماده اللي استند عليها باش مدت، وهو في القانون تاع لي كومبيتيسيون انتر كلوب يقول لك يتعبوا المقابلات ولازم الفريق اللي يمشي يغادر يكون تما يومين من قبل ولا 10، وانت لازم الا ما عندكش مطار في المدينه اكثر من 200 كيلومتر لازم تديه في طائره، تحجز له باريزومب ان اوتيل تعطي له الفيزا اللي ما عندوش علاقه معاه، وتخرج هديه تاع كل مقابله لم تجرى يقول لك كا دو فورس ماجور. كا دو فورس ماجور ولكن قوى القاهره، قوى القاهره جميل. ولكن يوضحوا وشنو هي القوى القاهره. مثال عشر زنزان عندها حرب كوارث طبيعيه، حرب اهليه، حاجه خطيره اللي وهذا الامر ما كانتش ما كانش يعني مسجلية. وهنا الجمهور حاضر وهنا الكاف لجأت لهذا المبرر هذا كا دو فورس ماجور، بصح ما شرحتش وشنو لو كا دو فورس ماجور، وخاصة ما قالش وراه الكا دو فورس ماجور وراه من الإعراب، أعطيني المادة أعطيني المادة جميل تذكر لو كا دو فورس ماجور باش ما كانش هما قالوا يعني ما كان لا زلزال ما كان والو، كانت المباراة كانش جمهور كان كاين جمهور كان يعني ما كانش حاجة باش تحبس هذه المباراة خوتنا الكرام، كانت إلا على جال أكو على بالكم حاجة خاطئة، حاجة خاطية قوانين الدولة وقوانين الكاف. اتحاد العاصمة منهزم ب3-0 وعادي شغل هما داروا، هما كاع ماشي هما تاع لا كوميسيون اللي لازم يديروا هذا الشيء. زيدوا تابع معنا، زيدوا الفضائح بدات في الكاف. لو كان دو فورس ماجور والخلاصة باش ما نعطلش عليكم، الخلاصة قراءتي أنايا من البداية من نهار اليسما ولا فيدراسيون رفعوا الاحتجازات، أنا عندي قناعة أعود بالله ما قلت أنا بلي الاطراف اللي راهي وراء هذه القضيه راهي هي تروحها وجدت روحها باش تروح من الخطا الاداري تروح النهايه الطاس، هما رايحين بروبابلمون يبليديو لا فوت ادمينستراتيف، لا فوت ادمينستراتيف تولد الغاء القرارات الغاء النتائج وتقول تنطق بإعادة المقابلة، لأن الطرف اللي يطلب ليرور ادمينستراتيف يقول لك ماشي أنا اللي سببت
في هذا الخطا الاداري. نعود للنقطه يزيد. جميل، اكون سمعتوا معنا يزيد وهيب كشف كل شيء. قال لك يعني دوك هادو اللي داروا هذا الخطا يقولوا باللي درنا خطا اداري، يعني كل هذوك الاحكام اللي كانوا يبعتوها بدون سندات راح تلغى، يعني يا تعاد المباراه يا اتحاد العاصمه ياخذ مباراه. دوك ما على باليش كيفاش يحكموا. يعني هنايا الكاف راهي بدات تستعرف بعظمة لسانها كما نقولوا بالعامية، باللي راني بديت شغل تاعنا غلط وغلطت ومنا بعتنا في هي في هاد السندات اللي بعتتهم. قالت لهم رانا حكمنا على حاجة بدون سند قانوني، هي راهي تهضر الكاف. يعني الاتحاد الجزائري لما راح للطاس الكاف تزعزعت، عرفت باللي الطاس ما راحش يتسامح معاها، ماشي تسامح معها رسميا، بدات تهيئ الان في امورها. قال لك كما قال يزيد وهيب لما اعلنوا على 3-0 لاتحاد العاصمه، قال لك التم اعلنوا عليهم حرب مع الطاس، يعني على بالهم باللي راح يخسروا مع الطاس. باذن الله ان شاء الله الحق مول الحق يدي الحق. يا خويا ما تعطونا الزياده، الحق ديالنا، اعطوني السند اللي لغيتوا به المباريات. قلتوا بعض من تلسانكم باللي ما كاش سندات لإلغاء مباريات مرة واحدة ومرة اثنين، سما لا بريمير فوا لا دوزيام فوا ميم بيرسون. وقال لك هذيك اللجنة خطيها كامل تقرير في هاد القضية. قال لك ماهيش لجنة كاع تاع القضية هذه، عندها خدمة واحدة أخرى هذيك اللجنة، لكن هما داروا هكا نوار سير بلون، كتبوا عن بالهم طروا هكاك الأمور، لكن الأمور مع الجزائر راحت بعيدة ومشي بإذن الله بإذن الله بإذن الله. مثل ما قال زكريني البارحة في الفيديو، بإذن الله الرحمن الجزائر هي من تصفي هذيك الكاف. قلنا لكم بالك تغلطوا مع الجزائر، هاكو غلطتوا ما لا تبعونا، دوك شوفوا وين وصلوكم، وبكل شيء بالقانون، ما نخترقوش القوانين حنايا. باذن الله ان شاء الله تكونوا فهمتوا معنا الفيديو تاع يزيد وهيب. اعطونا رايكم خاوتنا الكرام، وحتى انتم عندكم حق في فريقكم، فريق اتحاد الجزائر لانه فريق جزائري، وعندكم حق باش تعطونا ارائكم واش قال يزيد وهيب. شكرا لكم، تابعونا في قناه عبد السبور، فعلوا الجرس، سلام.